السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السابع بمدارس ريما العالمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر إبراهيم عبد الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس العلوم الإسلامية قسم الفقه، وعنوان درس اليوم وقسم الحديث وعنوان درس اليوم إياكم والظن. ما زلنا يا أبنائي في الوحدة التي تتحدث عن الأخوة الإسلامية. هيا نفتح معا كتاب المدرسة صاد 110. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديثنا اليوم أبناء الطلاب عن حديث من الأحاديث الهامة والذي ينظم العلاقات بين الناس، وبتطبيقه ينتشر الخير والحب والمودة بين المسلمين. وعناصر الدرس هي الأعمال التي تؤدي إلى المحبة والألفة. 2، الأعمال التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. 3، من هو المسلم الحقيقي؟ 4، ما الصفات التي يجب الابتعاد عنها لتقوية أواصر المحبة والأخوة؟ 5، الأعمال القلبية المفسدة للأخوة. 6، الأعمال البدنية المفسدة للأخوة. 7، الأقوال المفسدة للأخوة. اعلم بني العزيز أنه بسبب سوء الظن كرهنا بعضنا وقل لقاؤنا وقطعنا أرحامنا. اللهم أحسن ظننا في الناس وأحسن ظن الناس فينا. بني، لتسير الحياة لا تفسر كل شيء ولا تدقق في كل شيء ولا تحلل كل شيء. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل. فليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود وستر ذلة. فنقاء القلب ليس عيباً، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا، والصمت ليس انطواء، فهي تربية وعبادة. اعلم يا بني إن من أعظم ما يكون سببا في فساد القلوب وتغير النفوس وانقطاع الأواصر وصلة الأرحام وانقطاع عرى الأخوة وزوال المحبة، إنما كله من سوء الظن. وإذا اعتبرت الظنون واستمع إلى مصدريها فشت الشائعات وانتشرت الغيبة والنميمة، وأخذ البريء بمجرد الأوهام والظنون. ليس لك أن
أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان وعندك فيه برهان لا يقبل التأويل. والآن يا أبنائي، مع هذا الحديث لنعلم أبنائي الأعزاء أن الفرقة والاختلاط شر وضعف، والاجتماع والائتلاف خير وقوة. لذا فإن الإسلام يحرص على ما يقوي أواصر المحبة والأخوة، وحذر مما يؤدي للفرقة والاختلاف. والحديث يا أبنائي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث يا أبنائي عندما ننظر إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة؟ أخذنا عنه في السابق يا أبنائي، فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان يكنى بأبي هريرة لهرة كان يحملها معه. أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ فلا ينسى. ويقول عن نفسه رضي الله عنه: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فعندما سئل لماذا، فقال: عندما أسلمت أمي رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي فرحا، وقلت له: ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببهم إليهما. ما فيش صوت؟ في صوت يا أحمد؟ وهو أكثر الصحابة حديثا، وبلغت مروياته 5374 حديثا، وكان كثير القيام، يصوم الاثنين والخميس. مات سنة 57 هجرية بالمدينة. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه. الحديث يا أبنائي، عندما ننظر إلى هذا الحديث وإلى ما فيه من معاني، نجده يتحدث عن الأمور التي تفسد العلاقات. هذه الأمور التي تفسد العلاقات بين الناس. ولهذا فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنها. وهذه الأمور كما جاءت في الحديث سبعة. الأمر الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الأمر الأول هو الظن، أي إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والظن هو الاتهام بغير دليل، وبذلك قد نظلم الناس. والظن أكذب الحديث لأنه قائم على غير الواقع ولم يحدث له ولأثره، ولما يحدث له ولأثره في النفوس بين الناس. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى أيضا عن الظن، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم.
ومن هنا نعلم أبناء الطلاب أن الظن هو أن تظن ظنا سيئا، والمنهي عنه هو سوء الظن المبني على غير دليل أو بينة. بني الحبيب، عليك أن تحسن الظن بالناس ولا تعش حياة الذين يسيئون الظن بكل شيء، حتى بأقرب الناس إليه وأبعد الناس منه. فهو كل كلمة صدرت يقول فلان ما قالها إلا لأنه يقصد كذا وكذا. فإذا أردت أن تعيش سعيداً أحسن الظن بالناس. وإليكم هذه القصة. جاء رجل إلى الشافعي يزوره وهو مريض، فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. أنتم تعلمون أنه يدعو له؟ نعم. فضحك الشافعي وقال، الشافعي هنا ضحك وقال: لو قوى الله ضعفي هلكت ومت. فقال الرجل: والله ما قصدتها يا إمام، هو أراد أن يدعو له فدعا عليه. فقال الشافعي: أعلم أنك ما قصدتها. وتبسم الشافعي ولم يحملها له، فكان يظن فيه الظن الحسن. بني، عش الدنيا وأحسن الظن بالناس ولا تحزن. الأمر الثاني يا أبنائي، كما جاء في الحديث: ولا تحسسوا. والتحسس هو الاستماع لحديث القوم دون علمهم، بأن يصطرف السمع فيسمع الحديث وهم كارهون، أي هم يتحدثون ولا يريدون أن يسمع أحد آخر، وهذا الشخص يأتي فيستمع إلى هذا الحديث وهم كارهون لسماعه دون أن يعلم هذا الشخص. الأمر الثالث: ولا تجسسوا. والتجسس هو البحث عن عورات وعيوب الناس، وهذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما نهى عنه الله تعالى وقال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الأمر الرابع يا أبنائي، من الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تناجشوا، أي لا تزيدوا في السوم على السلعة، أي لا ترفعوا في السلعة وأنتم لا تريدون الشراء فتفسدون السلعة على البائع والمشتري. كمن يدخل في مزاد مثلا وهو لا يريد أن يشتري ثم يرفع الأسعار فيؤدي ذلك إلى فساد البيع. الأمر الخامس: ولا تحاسدوا. والحسد يا أبنائي هو تمني الشخص زوال النعمة من عند غيره. الصوت واضح يا أحمد؟ هو تمني زوال النعمة عن المسلم. الأمر السادس: ولا تباغضوا، أي لا تنشروا الكراهية بينكم ولا يكره بعضكم بعضا، بل يكون بيننا الحب في الله والنصح في الله، بل يحب كل منا لأخيه ما يحبه لنفسه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الأمر السابع: ولا تضاربوا، أي لا تهاجروا فتكون هناك القطيعة وعدم التواصل بينكم. هذه هي الأمور السبعة يا أبنائي التي جاءت ونهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم يأتي في نهاية الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على رابطة الأخوة، وأن نحرص على أن نكون إخواناً متحابين في الله،
حيث أن الإسلام جعل رابطة الدين أقوى من أي رابطة، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. وقد وضح الله سبحانه وتعالى أهمية هذا الأمر فقال: إنما المؤمنون أخوة. هذا يا أبنائي هو شرح الحديث الأول ببساطة. ولو نظرنا إلى الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم والحديث الثاني يا أبنائي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ عبد الله بن عمرو بن العاص هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، أسلم وهاجر بعد سنة 7، شهد بعض المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بعض المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان غزير العلم، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث، وكان مجتهدا في العبادة. مات رضي الله عنه في السنة في سنة 63 هجرية. كان كثير القيام، قال: في مرة جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأه في شهر. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 20، أي 20 يوما. قلت: يا رسول الله، دعني أستمتع. قال: اقرأه في 7 ليال. قلت: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى، أي أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بهذا الأمر. هذا الحديث يا أبنائي، وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن عمرو بن العاص: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. الحديث يا أبنائي يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمور يجب على المسلم الابتعاد عنها حتى لا تحدث الفرقة بين المسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من سلم المسلمون من أذاه سواء باللسان أو اليد. فمثلا سلم المسلمون من لسانه فلا يسب أو يشتم، ولا يلعن ولا يسخر ولا ينتقص من الآخرين. وسلم المسلمون من يده، أي بالفعل من خلال الاعتداء بالضرب أو بإظهار القوة على الضعفاء أو السرقة أو سلب حقوق الغير أو إفساد ممتلكات الناس. ثم يستكمل الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي من ترك المحرمات التي نهى الله عنها طاعة لله
وخوفا من عقابه وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أبنائي يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا الأمور التي يجب أن نبتعد عنها حتى لا يخسر الإنسان إخوانه ويكون سبباً في الفرقة والعداوة بين المسلمين. الآن يا شباب نأتي إلى معاني الحديث وإرشاداته في صفحة 111. سنجد أن الإسلام دين المحبة وإخاء، ضرب أروع الأمثلة في الطاعة والمودة وأوجبها بين المسلمين، وجعل رابطة الدين أقوى الروابط، كما حذر الإسلام من كل ما يخل بهذه الرابطة من الأعمال التي تسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين. من الأعمال القلبية المفسدة للأخوة الاتهام بدون دليل وإنما لمجرد الظنون والشكوك، وأيضا الحقد والحسد. من الأعمال البدنية المفسدة للأخوة التهاجر والقطيعة بترك التضامن والسلام وعدم المساعدة والتضامن والتعادي. الاعتداء بالضرب أو بالشتم كالقتل أو القتل أو الإهانة. من الأقوال المفسدة للأخوة الغيبة والنميمة والسب ولعن الوالدين أو الاستهزاء والسخرية من الآخرين. اعلم بني العزيز أن الشيطان حريص على إفساد الأخوة، فهذه المفاسد تأتي وتتتابع عندما تبدأ بما يلقي الشيطان من الظن ثم يتجسس ليحقق هذا الإنسان ظنه. على عباد الله كل منا عليه أن يتقي الله ويبتعد عما يسبب الفرقة بينهم ويهجر الذنوب والمعاصي، كذلك التحذير من الاعتداء بغير حق على الناس. ممكن يأتينا في صفحة 112 هناك لماذا وصف الظن بأنه أكذب الحديث؟ ليه؟ وصف الظن بأنه أكذب الحديث لأنه قائم على غير الواقع ولم يحدث، وأثره في نفوس الناس يؤدي إلى البغض وكراهية الناس وقطع صلة الرحم والهجر. ونأتي أبنائي كيف نطبق هذا الحديث في حياتنا؟ أن نحسن الظن ولا نتهم أحدا بدون دليل، وأن نبتعد عما يؤذي الناس. إلى هنا يا أبنائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس لهذا اليوم. سعدت بلقائي معكم وأرجو أن نكون قد أسعدناكم، وإلى لقاء آخر دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.